السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل عنصر ويكون فيه امكانية ان هو يلف جوه برنامج ال. طيب دلوقتي هنعمل فاميلي جينيريك موديل، تقدر تختار اي حاجة من دول، مفيش اي مشكلة خالص، تمام. بس اسمها ما نخشش في قصة كاتيجوري ده معماري ده انشائي والحاجات دي كلها. طيب انا دلوقتي عايز ارسم حاجة تكون تلف حوالين النقطة المركز ديت. فبكل بساطة هقول له انا عايز ارسم ريفرنس لاين او ريفرنس بلان، اهوت رسمت من النقطة دي. طيب هاجي هنا اقول له اي ال واروح عامل الاين بين دوت وبين النقطة، هدوس تاب عشان احدد النقطة، ونفس الفكرة برضو هنا هدوس هنا تاب عشان احدد نقطة واقفل بحيث ان الشكل دوت يكون مرتبط بالنقطة ديت. طيب انا عايز بقى ايه يبقى في اقيس الزاوية ديت، فهقول له انا عايز اقيس الانجل دي ودي، الزاوية دي هبدأ اديها بارامتر ال مثلا، اوكي تمام. تقدر تيجي هنا تغير الرقم دوت فتلاقيه بيلف معاك، خلينا نديها مثلا 70 بالشكل دوت. طيب انا عايز ارسم شكل هنا بحيث ان هو يتحرك مع الريفرنس دوت. طيب خلينا دلوقتي نعمل ان ممكن نختار مثلا شكل ايه عشان نعمل مثلا سويب. طبعا كل شكل فيهم بيتعمل بشرح حاجات معينة. طيب انا هقول له ان انا عايز ارسم الباص بتاعي، المسار بتاعي، هقول له انا عايز ارسم من خلال مثلا السنتر، وبعد كده هديله اول نقطة وتاني نقطة، تمام. ده المسار بتاعي، تمام. اقول له align al هنا والنقطة دي واقفل على كده، تمام. طيب المسار دوت هخلي فيه ده هيبقى المسافة من النقطة دي للارك دوت، بحيث لو عايزه يكبر او يصغر فممكن دوت نديله بارامتر معين وليكن مثلا ايه، اوكي. طيب بعد كده هرسم بقى الشكل اللي انا عايزه، اجي هنا اقول له edit profile، بيقول عايز ترسمها في ايه، الافضل ان انت تختار الفيشن مش الثري دي. طيب هقول له ارسم الحاجة بالشكل دوت اهو مثلا، حاجة بالشكل دوت. طيب لو انا جيت هنا ودخلت في البارامتر وبدل 1600 دي مثلا من هنا لهنا خليتها 500، اتغيرت اهي، والمسافة ديت او الزاوية ديت بدل ما هي 70 خليتها 33 بالشكل ده. طب لو خليت دي 1200 تبقى كده، لو خليت دي مثلا الزاوية خليتها 720، فتلاقي الأشكال كلها بتتغير معاك زي ما